مرحبا شباب، وياكم سامر الجزراوي. اليوم راح نتعرف على فد نوع من انواع البيدال المهمة جدا اللي نستعمله، وهي الكورك البي اي، اي كورك بي اي. يعني هو في كثير انواع بدلات، بس ما اعرف، انا كثير افضل هذا النوع لانه عمره طويل وصناعته جيدة، جابان يعني. هذا هو البيدال، ممكن يستخدم ك فوليوم بيدال مثلا للأورجات السولو مثل الترايتون وما شابه، وممكن نستخدمه ك اكسبريشن فوليوم للأورجات الأرنجر البي اي. طبعا يجي مع كيبل ستيريو حتى نشتغل اكسبريشن فوليوم. وهسه راح اشوفكم الطريقة انه شلون نعمل له سيتنج على الاورج. نروح جلوبال كنترولرز، هو اوريدي محطوط على الكيبورد اكسبريشن. ندوس الكالبوريشن، اوكي، ندوس الدواسة مثل ما موجود بالصورة اللي فوق، نكبس هاي، ننزله لي جوا للبادل ونكبس هاي، نسوي سيف على الجلوبال وخلص. طبعا اكيد لازم نسيف السيت مالتنا من جديد حتى من نجي نحمله يكون هذا السيتنج موجود بالجلوبال. شكرا.